السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي سيداتي سادتي في هذا الفيديو الذي بين ثلاثة الأعداد من 0 إلى 9999. الطرح أحسب بسرعة أدنى 5 7 + 6 تساوي 13، 7 + 5 = 11، 3 + 9 = 12، 4 + 6 = 10، 8 + 3 = 11، 6 + 5 = 11، 4 + 5 = 9، 7 + 7 = 14، 6 + 6 = 12، 5 + 5 = 10، 9 + 9 = 18. وتم تفكيك الأعداد كما في المثال كنفكوهم، عندنا 4000 + 800 + 50 + 6، إذا 4800 و56. هنا عندنا 3256، 256. هنا 4640، 4000 + 600 + 40، الوحدات ما كايناش صافي. احسبوا ما يلي بسرعة، إذا 9 ناقص 6 تعطينا 3، 5 ناقص 7 ما يمكنش، إذا 15 نضرب على 4 وردوها 3، 15 ناقص 7 كتبقى عندنا 8، 3 ناقص 6 لا يمكن، إذا نردوها 13 ونضرب على 7 وردوها 6، 13 ناقص 6 كتبقى عندنا 7، ثم 6 ناقص 3 كتبقى عندنا 3، 2 ناقص 4 ما يمكنش، إذا 12 ونضربوا على 6 وردوها 5، 12 ناقص 4 كتعطينا 8، 5 ناقص 5 تعطينا 0، 7 ناقص 8 لا يمكن، إذا 17 ونضربوا على 6 وردوها 5، 17 ناقص 8 كتبقى عندنا 9، أجل، 5 ناقص 8 لا شيء، إذا 5، 5 ناقص 4 كتعطينا 1، إذا حتى 5 أكبر من 4، ثم 6 ناقص 2 تعطينا، أجل كتعطينا 4، ثم 2 ناقص 6 لا يمكن، إذا 6 صغر من 2، إذا كنديرو 12 نضربو على 2 ونضربو على 9 ونردو 8، 12 ناقص 6 كتعطينا 6، و 8 ناقص 2 كتعطينا 6، 7 ناقص 3 أجل كتعطينا 4، 0 ناقص 2 لا يمكن، إذا كنديرو 10 وكنضربو على 3 وكنردوها 2، 10 ناقص 2 كتعطينا 8، و 2 ناقص 5 ميمكنش، إذا 12 ونضربو على 8 ونردوها 7، 12 ناقص 5 كتبقى عندنا 7، ثم 7 ناقص 6 كتبقى عندنا 1. اتبعوا خطوات الاسئله الاربعه لحل المساله التاليه وسجلوا بحثي في دفتري. استقبال مطعم للاسماك 356 زبونا يوم السبت، نهار السبت جاو عندو شحال ديال الزبناء 356 و 469 زبونا يوم الاحد الثاني، نهار السبت ونهار الاحد، اذا جزء جزء، اذا كنظن غيكون المجموع تنظن. كم عدد الزبائن الذين زاروا المطعم خلال اليومين، اليومين معا؟ اذا شنو عندنا؟ عندنا الجزء الاول الجزء الثاني، كنطلبوا منا المجموع ديال اليومين بجوج. عدد الزبائن الذين زاروا المطعم هم، اذا كنقولوا 356 اللي جاوا نهار السبت، نزيدوا عليهم 469 اللي جاوا نهار الاحد، وكنجمعهم 6 + 9 كتعطينا 15، نضعوا 5 ونحتفظوا بالواحد، 5 + 1 = 6، 6 + 6 = 12، نضعوا 2 ونحتفظوا بالواحد، 3 + 1 = 4، 4 + 4 = 8، إذا 825 زبونا. كنظن مفهوم، كنوضح لكم هادشي مزيان. يملك مزارع 912 أرنبا، عندو 912 أرنب، باع منهم، يعني نقاص منهم، حيدهم منهم، باع منهم شحال؟ 598 أرنبا،
كم عدد الأرقام الذي باقية لدى المضاد؟ إذا كان عندنا المجموع كله نقص منهم الجزء اللي داو اللي داو من السوق وباعوا، بقى شحال كنقلبوا على الجزء الثاني اللي بقى عنده. إذا كنقولوا عندنا المجموع وعندنا الجزء الأول وخصنا نبحثوا على الجزء الثاني اللي تبقى منه. إذا عندنا 912 اللي كتعدوا كل هذه الأرانب، نقصوا منه العدد اللي دا للسوق هما 598. إذا جوج نقصوا من 8 اللي يمكن، إذا 12 ونضربوا على واحد ونردوه صفر، 12 نقصوا من 8 كتعطينا 4، وصفر نقصوا منه 9 لا يمكن، إذا كنديروا 10 كنضربوا على 9 وكنردوها 8، 10 نقصوا منها 9 كتعطينا 1، و 8 نقصوا منها 5 كتبقى عندنا 3. عدد الأرانب التي باقية لدى المزارع هي 314 أرنبا. نتبعوا الصفحة، نشوف الصفحة، الصفحة 36، صفحة 37، اللبنة 3 دائما، الأعداد من 0 إلى 9999 في الطرح، أعددوا أحسبوا بسرعة، 8 زائد 4 تعطينا 12، 9 زائد 3 تعطينا 12، 8 زائد 6 تعطينا 14، 7 زائد 1 تعطينا 8، 4 زائد 7 تعطينا 11، 7 زائد 2 تعطينا 9، 2 زائد 9 تعطينا 11، 5 زائد 7 كتعطينا 12، 3 زائد 6 كتعطينا 9، 4 زائد 1 كتعطينا 5، 10 زائد 7 كتعطينا 17. ورتبوا الأعداد كل مجموعة حسب المطلوب. هنا أكبر، هنا الشكل ديال أكبر، إذا شكون أكبر؟ إذا الأكبر إلى الأصغر، بالتالي الأكبر هو العدد الأكبر في الآلاف، فعندنا 5000، 6000، 5000، 6000، إذا 6000، 6000، ولاو متساويين شنو كنمشيو؟ كنمشيو لمي؟ المئات، 100، 500، 500 تساووا، إذا مشيو العشرات، 80، 70، بالتالي 80 أكبر، وبالتالي هذا هو الأولاني، إذا نقول 6587 أكبر من 6578، شوفوا الأعداد الثانية، عندنا 5000، 5000 في المئات، 600، 600 في العشرات، 70، 80، بالتالي 80 أكبر، إذا نقولوا 5687 فهو أكبر من 5678. فهما إذا كنمشيو للعدد الثاني، كنمشيو هنا ثاني كذلك عندنا 2000، 1000، 2000، 1000 في الأكبر، فهنا هنا الأصغر، هنا عفوا ندير الأصغر، هنا هذه أصغر، شكون اللي صغر فيهم؟ عندنا 1000، 1000 شو اللي صغر فيهم؟ مثلا في المئات إذا تساووا في الآلاف، مشيو المئات، 200، 200 تساووا، مشيو العشرات، 40، 30، 30 هي الأصغر، بالتالي فـ 12، 1234 أصغر من 1243، شو اللي فيهم 2000، 2000، 2000 في المئات، 100، 100 في العشرات، 40، 30، 30 هو الأصغر، إذا 2134، عاد كيتبعوا 2143، شو ثاني هذه، شوفوا ثاني شو اللي صغر فيهم، فهنا 7000، 6000، 6000، 7000، الصغير هو 6000، 6000، 6000 متساويين، إذا كنمشيو للمئات 700، 700 متساويين، كنمشيو للعشرات 90، 80، 80 هي الصغيرة، إذا 6789 فهي أصغر من 6798، أصغر من اللي فيهم 7000، 7000، 7000، 600، 600 متساويين 80، 90، شكون اللي صغيرة؟ إذا هي 80، إذا 7689 كتبع في الآخر 7698. أحسبوا ما يلي، إذا 2 نقصوا منها 6 9، إذا لا يمكن، إذا 12 نقصوا منها 9 وكنضربوا على 3 وكنردوها 2، 12 نقصوا منها 9 كتعطينا 3، و 2 نقصوا منها 7 لا يمكن، إذا 12 كنضربوا على 9 وكنردوها 8، 12 نقصوا منها 7 كتعطينا 5، و 8 نقصوا منها 6 2، و 7 نقصوا منها 4 3، 7 نقصوا منها 6 1 لأن 7 أكثر من 6، 5 نقصوا منها 5 0، و 4 1 نقصوا منه 4 لا يمكن، إذا 11 نضربوا على 7 ونردوا على 6، 11 نقصوا منها 4 كتعطينا 7، ثم 6 نقصوا منها 3 تعطينا 3،
واحد نقصوا منه جوج لا يمكن، إذا 11 نضرب على 8 وردوها 7، 11 نقصوا منها جوج تعطينا 9، 7 نقصوا منها 5 تعطينا 2، و3 نقصوا منها 6 لا يمكن، إذا 13 ونضربوا على 8 وردوها 7، 13 نقصوا منها 6 تعطينا 7، و7 نقصوا منها 7 تعطينا 0، 2 نقصوا منها 4 لا يمكن، إذا 12 ونضربوا على 9 وردوها 8، 12 نقصوا منها 4 تعطينا 8، و8 نقصوا منها 7 تعطينا 1، و0 نقصوا منه 6 لا يمكن، إذا 10، وكنضربوا على 9 وكنردوا 8، إذا 10 نقصوا منها 6 تعطينا 4، و8 نقصوا منها 4 تعطينا 4، 4 نقصوا منها 5 ما يمكنش، إذا 14، نضربوا على 8 وردوها 7، 14 نقصوا منها 5 تعطينا 9، و7 نقصوا منها 6 تعطينا 1، 5 نقصوا منها 7 ما يمكنش، إذا 15 وردوا على 6 وردوها 5، 15 نقصوا منها 7 تعطينا 8، و5 نقصوا منها 1 تعطينا 4. أتبع خطوات الأسئلة الأربعة لحل المسألة التالية أسجل بحثي في دفتري على متن القطار 954 مسافرا ركب الكل وما دون ركبل فيه نزل نزل شنو نزل ينقص نقصوا منه أي نزلوا أي نقصوا زعما إذا ناقص نزل من القطار 386 مسافرا في المحطة الأولى كم المسافرين بقي على متن القطار إذا أدنى المجموع وعندنا الجزء الأول اللي نزلوا من القطار وخصنا نقلبوا على الجزء الثاني اللي بقى وراكبين في القطار اللي بقى وراكبين إذا عندنا 954 نقصوا منها 386 اللي نزلوا إذا 4 نقصوا منها 6 إذا لا يمكن إذا 14 كنضربوا على 5 وكنردوا 4 14 نقصوا منها 6 كتعطينا 8 و4 نقصوا منها 8 لا يمكن إذا 14 نقصوا ونضربوا على 9 وردوها 8 14 نقصوا منها 8 ثاني شنو ثانية 14 نقصوا منها 8 أو 4 أو هنا 14 نقصوا منها 8 إذا كتعطينا 6 صافي هي هذيك و 8 نقصوا منها 3 كتعطينا 5 إذا شحال اللي بقاو راكبين هما 568 را أو مسافرا مسافرا شارك في سباق الماراثون 743 مسابقا متسابقا شاركوا في الماراثون من فئة الهوات على الهوات إذا في الماراثون 743 مسابقا من فئة الهوات على الهوات هادو هما و 157 متسابقا محترفا أو محترفين إذا هادو هوات وهادو محترفين كم عدد المشاركين في الماراثون كم عدد المشاركين كلهم يعني الهوات والمحترفين يعني الجمع عندنا الجزء الاول زائد الجزء الثاني باش يعطينا المجموع كامل يعني العدد ديال المشاركين كلهم اذا نقولوا 700 الحمد لله و43 من الهواد زائد 157 من المحترفين باش يعطينا المجموع ديال المتسابقين كلهم 3 زائد 7 كتعطينا 10 نضرب 0 نتعدى بالواحد و4 زائد 1 هي 5 5 زائد 5 هي 10 نضرب 0 نتعدى بالواحد 7 زائد 1 هي 8 زائد 1 هي 9 اذا 900 اذا 900 مشارك الى هنا ينتهي الفيديو دمتم في رعايه الله والى اللقاء